السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على الانستالاسيون تيليفونيك ريزو لوكال نون بيبليك. مرحبا بكم في القناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. اليوم كيف قلنا في لو تيتر غادي نحاولوا نتكلموا على الانستالاسيون تيليفونيك ريزو لوكال اي نون بيبليك، وغادي نحاولوا نشوفوا كاع لي مويان ولا لي زيكيبمون نيسيسير بور اليمونتي كاع دوك لي زاباراي تيليفونيك اللي تيكونوا عندنا في واحد ليتابليسمون بيبليك مثلا ولا في واحد لا سوسيتي اكس. هنا كيف تتشوفوا في هاد الانستالاسيون تيليفونيك تيبان لنا واحد لاباراي تيليفونيك، تيبان لنا واحد لي ريبارتيتور او بيان لي سو ريبارتيتور، ولا تيكونوا عندنا واحد لي بانو دو براساج، غادي يبانوا لينا زاباراي تيليفونيك و اكسيتيرا، يعني غيكون عندنا دي بريز ار جي 45 زوت بريز. المهم غنحاولوا نتكلموا على مجموعه ديال لي زيكيبمون، مجموعه ديال لي زيليمون نيسيسير بور لو بون فونكسيونمون ديال ريزو لوكال نون بوبليك تيليفونيك. اول حاجه غنحاولوا نتكلموا عليها هي ايفو اكزيجي واحد ليتود تكنيك ونحاولوا نابروفيوها من عند الماتر دوفراج اللي هو الاركيتكت. واحد هاد ليتود تكنيك غتكون عندنا سو فورم واحد، اولا بعدا واحد البلان ديال ديستريبيسيون تيليفونيك. كيف تتشوفوا هاد البلان ديستريبيسيون تيليفونيك تتكون من عندنا دي بريز تيليفونيك غيكونوا في لي زوندروا في بيروات، غيكونوا في لي سال دو ريونيون، ممكن يكونوا في لاكوي، ممكن يكونوا في كيلكو سوا. غيكونوا هما هاد لي بتي سيركل فير، غيكونوا عندنا هما لي بريز. ابري تيكون عندنا واحد لو سو ريبارتيتور اللي غنحاولوا نحطو، غالبا نحطو في واحد لوندرو اللي غيكون كالم وفيه كاع اللوكال، مثلا كوم لوكال تكنيك حطينا فيه سو ريبارتيتور، ويكون عندنا واحد طابلو الكتريك، ويكون عندنا واحد لونديلور. يعني هاد لومبلاسمون هاد لي زيليمون هادو ايسونسييل بالنسبه لهاد البلان دو ديستريبيسيون تيليفونيك. وتنبينو واحد لا ليزون بين سو ريبارتيتور وهاد لي بريز تيليفونيك، يعني هادو هما الحويجات المهمين. و بور فوار بلوس دانفو بارابور لهاد البلان دو ديستريبيسيون تيليفونيك غنشوفو واحد شيما اكسبيكاتيف اون. هاد شيما اكسبيكاتيف اون شناهي؟ تنشوفو مثلا من الاول هنا عندنا واحد لوتوكوميتاتور. هاد لوتوكوميتاتور كي اللي غناخدو يعني دوبوي لوبيراتور تيليفونيك، مثلا عندنا بليزيوغ اوبيراتور هنا في المغرب، ولا مثلا غنحاولو ناخدو لوبيراتور اكس مثلا. الا كان هاد لا سوسيتي ولا هاد ليتابليسمون غوسوفون بوبليك محتاجه مثلا ان نيميرو اللي غادي تعرف به هاد لا سوسيتي ولا هاد ليتابليسمون، غنحتاجو استادير غنحتاج الا كان ان نيميرو تيليفونيك غنحتاجو ان بير، يعني هاد لوبيراتور تيليفونيك غيصيفط لنا ان بير هو اللي غيأليمونتي لنا به هاد لوتوكوميتاتور. الا كنا محتاجين دو نيميرو تيليفونيك غنحتاجو دو بير انسي دو سويت، يعني شاك نيميرو فو ان بير فوالا. ومن لوتوكوميتاتور لي بانو دو براساج اللي هما غيكونوا عندنا في لي سوري في لي ريبارتيتور لي سوري ريبارتيتور، مثلا مشينا عندنا سيبوزو عندنا ريبارتيتور واحد مثلا، ريبارتيتور واحد غيكونوا فيه نقولوا فيه لوتوكوميتاتور غيكون لتحت اللي غادي اليمونتي لنا اليمونتي دوبوي لوبيراتور، وهاد لوتوكوميتاتور غادي اليمونتي لنا البانو دو براساج مثلا. حنا محتاجين لينا فريض حنا محتاجين ربعة لي بون ستادير ربعة لي بريز مثلا، ربعة لي بريز يعني غادي نستعملو بانو دو براساج الاول ونستعملو بانو دو براساج الثاني مثلا. هاد بانو دو براساج الاول اليمونتي باغ هاد لوتوكوميتاتور فيا هاد لي كابل ميتشي بير. كومون ديتيرميني هاد لي كابل ميتشي بير؟ سوبوزون مثلا حنا عندنا غا ثلاثة، نديرو حنا غا ثلاثة لي بريز 3 بريز ار جي 45 مثلا، عندنا هاد البريز الاول وعندنا هاد بريز الثاني مثلا في البيرو 2، وعندنا هاد بريز الثالث جانا في البيرو 3، صافي عندنا هاد ثلاث لي بريزات. هادشي لي بريزات سوبوزون ان هاد لي بريزات ما كاينينش بالنسبه لهاد ثلاث بريزات، باش نديرو واحد كوريسبوندونس بين هاد البلان دو ديستريبيسيون تيليفونيك مع شيما اكسبليكاتيف. سوبوزون عندنا غير ثلاث بريزات، هاد ثلاث بريزات اش غادي يوقع لينا اليوم؟ ثلاث بريزات ار جي كل بريز قلنا غنحتاج خاصو ربعة لي بير، ربعة لي بير ستادير عندنا محتاجين حنا 12 بير.
12 بير غير بين لوتوكوميتاتور والبانو دو براساج. هاد 12 بير حنا ما عندناش 12 بير، يعني في لا سويت ديال لي كاب ميتي بير تيبداو لينا من من 8 تيطلعوا ل 14 تيطلعوا ل 28 56 بير 112 بير 224 بير، وبالتالي اللي من وراء 12 بير شنو هما؟ هو 14 بير، يعني غادي نستعملوا الكابل ميتي بير 14 بير بور اليمونتي هاد لي 3 بريس مثلا، ولكن مناش من لوتوكوميتاتور فيغ البانو دو براساج الاول، لو برومي بانو دو براساج. هاد البانو دو براساج بيان سور في ليكسبيكاسيون ديالنا بينا لا فاس اغيير دو بانو دو براساج، هما هاد لي فاس اغيير. هاد لا فاس اغيير عاوتاني البانو دو براساج الثاني هو هادي، وبالتالي هنا عندنا واحد شاك بانو دو براساج عندنا كاينين دي بور arrière ou des ports sur façade. Maintenant, la face avant du panneau de brassage a des ports. Les ports liés des cordons, des liens intérieurs au sein de chaque panneau de brassage. Après, chaque panneau de brassage va alimenter deuxième. Maintenant, le premier panneau de brassage va alimenter le deuxième de panneau de brassage. Yani, هذا تاليمونتا من لاغيغ غادي من الفاس ديال الفاس افون غي اليمونتي ليا الفاس افون ديال بانو دو براساج الثاني، وابري من هاد البانو هاد لي بور ديغيير مثلا اللي تيكونوا عندنا في البانو دو براساج الثاني هما اللي غادي اليمونتيو منهم هاد لي بريز ار جي 45 بريز تيليفونيك ار جي 45. هاد لي بريز مثلا عندنا هنا في هاد لوكا ديالنا بريز ار بريز 2 بريز 3، يعني فيا واحد الكابل تورصادي 4 بير يو تي بي كاتيجوري 5، وبالتالي حتى هاد لي بريز خاصهم يكونوا عندنا كاتيجوري 5. وهاد لي كوردون بين لا ليزون بين بانو دو براساج الاول مع بانو دو براساج الثاني فيا واحد لي كوردون دو اون كابل تورصادي 4 بير. هذا ليكسبيكاسيون تتبان ليا واضحه وسهله. ندوزو البوان سويفون. البوان سويفون غنحاولو بوغ بيان كومبخوندغ لو شيما ولا لا ديستريبيسيون تيليفونيك، غنشوفو هاد الشيما سينوبتيك دو ريبارتيتور جينيرال اي دي سيغ ريبارتيتور. مثلا لو كاو الا كانت عندنا واحد ليتابليسمون غوسيفون بيبليك ميسي سيت واحد لو نومبر دي بريز مثلا عندنا مثلا 90 بريز 90 بريز دون سو كا غادي نحتاجو لواحد ماشي غا سو ريبارتيتور، وبالتالي غادي نحتاجو مثلا ريبارتيتور جينيرال وغيكون عندنا لي سو ريبارتيتور اي انسي دي سويت. وبالتالي هاد بوغ ديتيرميني مثلا قبل ما نهضرو على هاد ليكسبليكاسيون هادي نقدرو نشوفو بعدا غير لا ليجوند. دابري لا ليجوند اشنو هو؟ بي بي هو البان دو براساج، ار جي هو الريبارتيتور جينيرال، SR هو ستان سو ريبارتيتور مثلا. هاد مثلا الكابل ولا سبلاين اللي تيكون عندنا اون فير هو الكابل ميتي بير، اون ماجونتا هو الكابل تورصادي 4 بير يو تي بي كاتيجوري 6. هاد لي بتي كارو روج تي او هو لو طابلو الكتريك لو بلو بروش دو سو ريبارتيتور avec protection pour le départ du bandeau électrique de ce répartiteur. Maintenant, c'est l'explication de la légende. Mais la lecture de ce schéma, depuis l'autocommutateur téléphonique. L'autocommutateur téléphonique, qui est dans le schéma précédent, est alimenté depuis l'opérateur. Je vais mettre l'alimentation de l'eau. دوبوي لوبيراتور. مثلا كانت عندنا نمره وحده غادي نديرو لها امبير، نجيبو لي امبير. كان عندنا دو نيميرو بالنسبه لهاد لا سوسيتي غادي نديرو ناخذو دو بير انسي دو سويت. المهم، ولكن المهم عندنا هو من لوتوكوميتاتور تيليفونيك فيغ هاد لي ريبارتيتور. مثلا هاد لي كارو اون روج، هاد كارو طويل كبير اون روج، هو ستان ريبارتيتور جينيرال اللي هو ستان ارموار de 63 unités 19 pouces. Cette 63 unités, comment déterminer le nombre des unités? C'est déterminé d'après un panneau de brassage, on a une unité. Le vide entre le panneau de brassage et le tien, on a une unité.
قبل منهم غنخليو واحد يونيتي الفوق، تنزيدو عاوتاني يونيتي بين هاد البانو دو براساج الثاني مع الثالث، تنستعملو هذا يونيتي هذا يونيتي انسي دو سو، تنبقاو نحسبو في لي يونيتي بوندو الكتريك غنديرو في يونيتي، بيناتهم غنخليو واحد توجور اونتر لي بانو دو براساج غنخليو يونيتي يونيتي، وبين البانو دو براساج مع لي بوندو تنخليو يونيتي، وهنا اونديلور بانو غنعتبرو يونيتي وبيناتهم يونيتي، بين لونديلور ستابيليزاتور غنعتبرو يونيتي وستابيليزاتور حتى هو غياخد يونيتي، وتحت منو غناخدو يونيتي اخرى. نقدروا نزيدوا دي يونيتي فيد بوغ نخدموا بواحد الاريحيه مثلا في هذا الريبارتيتور جينيرال. المهم لا ليميت روج هذه تتعني لنا لا ليميت ديال الريبارتيتور جينيرال اللي هو سان ارموار دو 63 يونيتي 19 بوز، 19 بوز تكون في البروفوندور ديالو. المهم هذه غير لا ليكتور جلوبال مثلا، ولكن كومون ديتيرميني لاليمونتاسيون دو بانو دو براساج تليفوني 48 بور الاول مثلا، كيفاش غادي اليمونتيو دوبي هاد لوتوكوميتاتور؟ حنا عندنا 48 بور، قلنا شاك بور دو بريز تليفونيك نيسيسيت 4 بير، هاد 48 بور مثلا، هاد 48 غادي نديرو 48 فوا 4، يعني ملي غادي نحتاجو مثلا الا جينا نحسبوا غادي نلقاو حنا في حاله ماسه باش باش نستعملوا 224 بير في هذه الحاله، يعني غادي نحتاج مثلا الا درنا 48 فوا 4 بير تجيني 192 بير، 192 بير يعني قريبه ل 224 بير، وبالتالي حيت لي سويت دي كاب اللي عندنا هو عندنا 112 تابعه 224، و 224 بير هي اللي قريبه ل 192، وبالتالي هنايا بين لوتوكوميتاتور والبان دو براساج الاول غنحتاجو كاب ميتي بير ديال 224 بير. واخا مات ومن هاد البانو دو براساج قلنا تن اليمونتيو البانو دو براساج الثاني، وفيا هاد البانو دو براساج الثاني هو اللي غادي اليمونتيو به هاد لي بريز، هاد لي بريز ار جي 45 فيا دي كابل تورسادي 4 بير او تي بي كاتيجوري 6 بيان سور بيي باغ متر لينيير. هنايا حيت عندنا شاك بريز غيكون عندنا في واحد لوندروا ديفيرون على البريز الثاني وانسي دي سويت، يعني هاد لي لينيير غيكونوا مختلفين وبالتالي خصنا نحسبوهم. غيكون المهم بالنسبه لهاد كيف ما قلنا هاد لي بريز ار جي 45 من بعدهم مباشره فيغ هاد لي زاباراي تيليفونيك تيكون عندنا هاد لي كوردون دو ليزون، تيتسماو لي كوردون دو ليزون ديال 3 متر مثلا بين البريز و لاباراي تيليفونيك، مثلا يكون عندنا دي كوردون تيلي، يعني هادي لا ديستريبيسيون غروسو مودو يعني بواحد بواحد السرعه. ولكن سيبوزون كنا مثلا في هاد التحت ديال هاد لي زاباراي اش عندنا؟ عندنا هاد لي زاباراي تيتاليمونتاو ابار لو سينيال ديال التليفون اللي غيدوز فيهم، غنحتاجو لاليمونتاسيون الكتريك ديال هاد لي بانو دو براساج. لاليمونتاسيون الكتريك كومون سا سباس؟ هنا الا شتي شنا هنا في التحت ديال هاد الريبارتيتور جينيرال تيبان لنا واحد لاليمونتاسيون الكتريك ديال 220 فولت اللي غاتاليمونتي لنا ستابيليزاتور. الستابيليزاتور اللي لو رول ديالو هو تيستابيليزي لينا لا طونسيون، لا طونسيون ما خاصهاش تكون فاريابل في هذه الحاله، يعني خاصنا نحاولوا هاد لا طونسيون تكون كونستانت، وبالتالي بوغ اليمونتي هاد لونديل لونديرور خديناه يعني لا كاباسيتي ديالو سويفون ديسكريبتيف اللي تيكون عندنا سويفون ليتود سويفون بزاف د الحوايج، وبالتالي تنعرفوا نوتخ بيزوان الكتريك اللي حنا محتاجينو بوغ ديتيرميني هاد لونديلور. المهم هاد لونديلور عندنا مثلا خدينا لوكا ديال 10 ديسكافيا، ديسكافيا من دابي لونديلور غادي غياليمونتي لينا هاد لي بوندو الكتريك، هاد لي بوندو الكتريك ديجا واصلهم واحد لا طونسيون اللي هو ديال مثلا ستابل، يعني في لا طونسيون ديالو ستابل ودابير واحد لونديلور، وبالتالي تن اليمونتيو شاك من شاك بريز دو سو بوندو غادي ناخذ واحد الكابل اللي غي اليمونتي لنا البانو دو براساج، شاك بانو دو براساج، وبالتالي شاك بانو دو براساج فيا واحد الكابل اللي فيه غيكون فيه واحد بحال شارجور بحال ترونسفور
اللي غادي يدير لنا ترانسفورماسيون ديال لاتونسيون من 220 فولت فيغ سوا 24 فولت ولا 220 فولت فيغ 12 فولت على حساب على حسب المهم ليسونسييل عندنا الطونسيون اللي تحتاج الطونسيون الكتريك اللي تحتاجو لي بانو دو براساج تحتاجو واحد الطونسيون اللي باس 12 ولا 24 هذا هو الجهد ديالهم وبالتالي يعني حنا هاد لاليمونطاسيون مشات في هذا ولكن دابري هاد لونديلور كما قلنا هاد ستابليزاتور تي اليمونتي لونديلور لونديلور تي اليمونتي لنا هاد لي بوندو الكتريك سوا البوندو الكتريك ديال ريبارتيتور جينيرال ولا لي بوندو الكتريك ديال لي سو ريبارتيتور اللي تيكونوا عندنا في لي زونتر مثلا ولكن باش يدوز عندنا لي بوندو الكتريك خاصنا لا بروتيكسيون ديالو كومون سا سباس مثلا هنا هاد سو ريبارتيتور جا لينا في واحد ديبارتمون اللي شويه بعيده على الريبارتيتور جينيرال وبالتالي خاصنا ندوزو هاد لاليمونطاسيون اللي جايه لينا من لونديلور تندوزوها نصيفطوها للديجونكتور اللي غيبروتيجي لينا هاد البوندو الكتريك ديال سو ريبارتيتور اون ومن هاد البوندو الكتريك بيان سور غادي ناليمونتيو هاد لي بانو دو براساج اللي عندنا في هاد سو ريبارتيتور اون فيا واحد الكابل مع الترونسفو ديالو مع يعني دو ميم برانسيب اللي استعملنا بور اليمونتي الكتريكمون هاد لي زيكيبمون اللي عندنا هنايا في ريبارتيتور جينيرال هذا فيما يخص لاليمونطاسيون الكتريك ولكن بالنسبه للي لاحظتوا واحد القضيه بالنسبه لهاد سو ريبارتيتور هاد لي بانو دو براساج عندنا دو بانو دو براساج هما معاودين لنا هنا في الريبارتيتور جينيرال البانو دو براساج الثاني عاوتاني سو ريبارتيتور 2 عندنا دو بانو دو براساج هما معاودين لينا هنا في ريبارتيتور جينيرال وبالتالي هاد لو نومبر دي بريز اللي كاينين هنايا مثلا حنا محتاجين في سو ريبارتيتور 1 48 بور يعني 48 بريز ار جي 45 او ماكسيموم غادي نحسبو غادي نقولو 48 بور يعني غادي نلقاو حتى هما هنا يعني في الكونترول ديال هاد لي بريز اون كايلات اون دوماج لنا شي سيركوي ديال هاد بريز ولا وقع لنا شي اون دوماجمون في الكابل ديالو ولا شي اي سو في ان كونترولي غير من هاد الريبارتيتور جينيرال نقدروا نعرفوا الى بان لنا السينيال دايز راه دايز عند التليفون نيميرو اكس اللي كاين اللي نفس سو ريبارتيتور اون الى ما كانش السينيال راه ما دايزش اوتوماتيكمون عنده المهم حنا كومون ديتيرميني عاوتاني هذا الكابل سيبوزو ان هذا البانو دو براساج قلنا غادي لو ماكسيموم ديالو هو 48 بور اش نقولوا 48 بريز ار جي 45 نيسيسيت واحد 4 بير ستادير 192 بير ستادير اون ا بيزوان دان كابل دو ميتي بير دو 224 بير يعني 224 بير هو اللي تن اليمونتيو بيه من هذا البانو دو براساج اللي كاين عندنا في بين هاد البان دو براساج اللي كاين عندنا في ريبارتيتور جينيرال مع بان دو براساج اللي في سو ريبارتيتور اون هذا هو لو سيركوي هذا هو لو برانسيب و بور اليمونتي هاد البان دو براساج بيان سور نفس برانسيب استعملنا هنايا غنستعملو هنايا في لي زوطر هادي باختصار طريقة كيفاش ندير هاد الشيما سينوبتيك دو ريبارتيتور جينيرال اي سو ريبارتيتور النقطة الموالية اللي خاصنا نفيريفيو هي النقطة الثانية اللي خاص هي لا كاباسيتي دو كوميتاتور خاص دوات اتخ ريبون او بوزوان اكسبريمي سيتادير ان هاد لا كاباسيتي دو كوميتاتور على حسب البوزوان مثلا حنا محتاجين نديرو حنا محتاجين 90 بريز ار جي 45 دو بريز تيليفونيك في هاد الحالة خاصنا نلقاو هاد لي بور اللي عندنا هنايا في الكوميتاتور تيليفونيك contient 80 le minimum au minimum contient واحد 90 بريز يعني 90 بريز اللي خاصنا نكونوا هذه في حاله ما الا حنا في لو بلان ديالنا فيه 90 بريز عندنا 40 لو مينيموم خاصنا يكون عندنا 40 بور انسي دو سويت يعني ما عندناش شي مشكل في هذه ليكسبليكاسيون هذه النقطه المواليه خاصنا نفيريفيو لا كوريسبوندونس دو شاك اباراي تيليفونيك افيك لو بانيل بانو دو براساج تيليفونيك سيتادير هاد الى لاحظتوا كاينين لا كوريسبوندونس فيا دي زيتيكيت مثلا عندنا الى لاحظتوا هنا كاينين هادو هاد هو هذا البوندو ديال لي زيتيكيت كاين هنايا او نيفو شاك بور
ديال اللي غادي اليمونتي ليا لي بريز ار جي 45. هاد لي بور هادو اللي كاينين هنايا فوق منهم كاينين دي نيميرو، تنحطو دي نيميرو. هاد لي نيميرو ديال اش؟ نيميرو ديال مثلا هاد النيميرو عندنا 38 هنا، 36 هنا، 34 يعني سي دو سويت. يعني هنايا هنا 35 36 37 هنا 38 انسي دو سويت. هاد لي نيميرو بالنسبه هاد 38 ديال اش؟ ديال هاد لو بور. هاد البور هذا هو اللي غي اليمونتي ليا لي بريز ار جي مثلا اللي عنده نفس النمره ديال 38 بور 38. وبالتالي غتكون هاد لي زيتيكيت هادو ضروريين بور. حنا كيفاش غنعرفوا هاد لو بور مثلا 38 البريز ار جي 45 38 واش سو فونكسيون ولا سو فونكسيون ولا واش خدام ولا ما خدامش؟ في هاد الحاله اش غادي نديروا؟ الا ديبرونشينا الكابل من هاد البور هذا وبالينا السينيال ما بقاش، تنعرفوا ان راه مزيان. الا بان ليا ما سمعت، تنعرفوا ان راه اصلا الا بان لنا طافي من ديبار خاسر. الا كان تنفيريفيو لاباراي كانت شاعله من بعد لو فيت ان حيدنا البور من هنايا، حيدنا الكابل مثلا من هنايا، راه باين ان راه ديالها وخدام، راه دي السينيال هذا بكل سهوله. هنا كيف تشوفوا هنايا عاوتاني لابار هنا شنو هو؟ هنا فيغ سو ريبارتيتور زد 6. هادو كاينين دي نيميرو، يعني هاد لي بانو دو براساج هادو ديال هاد لي بور ديال اش هادو ملي قلنا كيف سبق لينا هنايا قبل قلنا تيتعاودو هنا. تتلقى مثلا في ريبارتيتور جينيرال فيه تيصيفط مثلا تيصيفط البانو دو سو ريبارتيتور اون مثلا، هو كاينين باينين حتى في الريبارتيتور جينيرال الكبير اللي تيجمع لينا كاملين. النقطة الموالية كيف تكلمنا عليها، خاصنا نفيريفيو لا كاباسيتي دي باتري اي اون ديلور. كومون سا هاد لا كاباسيتي دي باتري؟ على حساب بويسونس دي بريز اون ديلي و لي زيكيبمون اون ديلي. يعني عندنا واحد البيلون الكتريك فيه واحد الشيما الكتريك غتكون فيها لي بريز اون ديلي و لي سيركوي اون ديلي و لي زيكيبمون اون ديلي. عندنا واحد البيلون ديالها خاص كوريسبوند هاد لون ديلور. و سي لا ميم شوز بالنسبه للباتري، يعني الكومبيتونس ديالو خاصها تاليمونتي لينا، و لون ديلور خاصهم اليمونتيو لينا هذوك لي سيركوي اوندولي، و كوريسبوندونس ديالهم بارابور سي بي اس ديسكريبتيف و اللي عندنا في المارشي ديالنا. النقطه المواليه خصنا اكزيجيو ان بلون دي تراب دو فيزيت. هاد بلون دي تراب كوم فو فويي عندنا سي ان بلون دو تراب دو فيزيت لي سو فورم. عندنا دي كارو اون فير، هما هادو فيهم مواتي نوار ومواتي لا بليتو كارو اون بلو، فيهم مواتي نوار مواتي بلو. سون دي تراب ستيل بلافون، خديناهم ا تيتر ديكزومبل 500 فوا 500 ملم. وعندنا هاد لي كارو، عندنا هاد لي بيس مثلا لي كرون سال دو ريونيون ديكسبوزيسيون مثلا، حنا غير خدينا ا تيتر ديكزومبل، يعني خدينا لاشيغ ديال فو بلافون ديالو. كي داير فو بلافون اون ستافليس، هذا هو اللي عندنا هنايا. وهاد لي كارو اللي عندنا في الكوليس عندنا فو بلافون اون امسترون. هذا خديناها هنا غالبا بالنسبه للتراب ستيل بلافون، تنستعملوهم في لو كاو ملي تيكون عندنا اون ستافليس في الفو بلافون. ولكن الى كيف شفتوا هنايا، هنايا عندنا فو بلافون اون امسترونغ. اون امسترونغ كيف لاحظتوا ان هو ساهل في البوز والديبوز، يعني وكي سير ا باسي هاد لي كا لي ريزو كيل كو سوا هاد الريزو، كان الكتريك كانو كورون فور كورون فيبل، ريزو ديال التليفون ديال الانفورماتيك، ممكن دوزوهم فو بلافون فيا هاد لامسترونغ وفيا هاد لي كارو هادو هاد لي تراب ديالهم. يعني هاد لو بلون دو تراب دو فيزيت تيكون عندنا بالنسبه الى كان عندنا فو بلافون اون ستافليس، ولكن ملي كان عندنا فو بلافون اون امسترونغ تكون بلو فاسيل ك ستافليس. لي تيب لي ستيل دو تراب دو فيزيت عندنا كيف تتشوفوا، عندنا تراب دو فيزيت ستيل بلافون سور فو بلافون اون ستافليس. ها هو هاد ليكزومبل
كوريسبون لهذا البلان دو تراب دو فيزيت اللي شلناه هنا الفوق. عندنا الدوزيام ستيل دو تراب دو فيزيت عندنا وكلوازون تيكون في الكلوازون. الا بغينا ندوزو مثلا الريزو ديالنا كيلك سوا هاد الريزو كما تكلمنا عليه سالفا كان ريزو تليفونيك الكتريك كيلك سوا ممكن ندوزوه في تراب دو فيزيت وكلوازون. ميم شوز بالنسبه الى كانت عندنا شي جان مثلا بغينا الجان تكنيك غندوزو فيها لي كابل ديالنا وهذا ممكن ندوزوها وبغينا نديرو واحد التراب دو فيزيت نقدروا ناخذوا هاد ستيل دو تراب دو فيزيت ستيل 90. النقطة الموالية اللي ممكن نشوفوه هو لا ايفو ريسيبسيوني لي زيشونتيون دي زيكيبمون باغ لاركيتيكت اي لو ميتر دوفراج. هاد لي زيشونتيون كيلك سوا يعني كانت في ريبارتيتور جينيرال ولا كانت في لي سو ريبارتيتور ولا كانت في لي زيكيبمون ديالهم ستابيليزاتور ولا لونديلور ولا لي بوندو ولا لي بانو دو براساج الى كيلك سوا هاد كل les échantillons matériels les équipements khassna واحد لي échantillons قبل ما يديروا لنا لا pose sur matériel sur chantier khass l'approbation ou khass il faut réceptionner هاد لي échantillons من عند l'architecte ومن عند المتر دوفراج. هادي ضروريه هاد النقطه خصنا ناخذوها en considération. النقطه المواليه هو il faut exiger واحد dossier technique اللي شاك اباراي خاصنا واحد الفيش تكنيك ديالها نوتيس تكنيك اللي غتبين لنا كاع لي زوبسيون لي كاركتيرستيك تكنيك ديالها او نيفو د الكتريسيتي او نيفو د المونتاج ديالها او نيفو دو بون فونكسيونمون ديالها انسي دي سويت. النقطه المواليه يفو فيريفي لا كونفورميتي دو لا ستاسيون دينيرجي لي ستاسيون دينيرجي اللي غتاليمونتي لنا لي زيكيبمون دو اللي تيكونوا عندنا في لوكال تكنيك بارابور و سي بي اس. خاصنا نفيريفيو هاد لا كونفورميتي ديال هاد ستاسيون دينيرجي. ستاسيون دينيرجي كيف تكلمنا عليها هو ستابيليزاتور لونديلور اتش دي سويت. يعني خاصنا تيكون عندنا واحد ستاسيون دينيرجي اللي غاتاليمونتي لنا هاد لي زيكيبمون تكون كونفورم سي بي اس ديسكريبتيف اللي عندنا في سي بي اس ما يكونش واحد ديسكوردونس بين لي فيش تكنيك اللي حصلنا عليهم ديال شاك ايكيبمون par rapport à notre descriptif. Nocta l'moualia, il faut établir par le maître d'ouvrage un contrat d'entretien et prévoir une formation des personnels techniques. Le contrat d'entretien, c'est qu'on a un nest leader de l'installation. Maintenant, la société de l'installation, c'est qu'on a un contrat d'entretien, soit mensuel ou trimestriel ou annuel, suivant l'accord. Les récoltes, le maître d'ouvrage ou de la société. C'est un autre mot. C'est la formation des personnels techniques. Les personnels qui sont dans la société ont une formation. باش يستعملوا هاد لي زيكيبمون يعني هاد كيفاش يشعلوا كيفاش يطفيو كيفاش يبروتيجيو كيفاش ينكاو لا وقع شي بان كيفاش يعني هاد الحويجات هادو اللي ساهلين اللي ممكن يكونوا ساهلين ممكن يدخلوا فيهم لي بيرسونيل. و تنتمنى يعني ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون ايسي ولا كانت عندكم شي دي ريكومونداسيون كانت عندكم شي تساؤلات ما تحرموناش بهم وطرحوهم علينا في القناه ديالنا ان شاء الله في لي كومونتير اللي عندكم تعليقات وحاولوا زعما نحاولوا باش نكونوا خفاف الظل على قلوبكم ان شاء الله. ونيزيتي با دو كليكي سور لايك يعني بور مونكوراجي او روفوار يا بيانتو سور ان نوفو فيديو يا ان نوفو كور ان شاء الله. ميرسي بور فوتر اتونسيون.